الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد بن عبد الله سيد بني بشر، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي اللهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أئمة الشيخ، احضري لنا بهذا المحضر، فلتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر. نيوتي سنو بنتو فيما يجلب الرزق وما يمنعه، وما يزيد في العمر وما ينقص. من ثم لا بد لطالب العلم من القوت ومعرفة ما يزيد فيه وما يزيد في العمر والصحة، ليتفرغ طالب العلم للسعي إلى غرضه. ثم تقول لا بد دنياك مك من النك لطالب العلم نيالكي ساكو خم خم من القوت تدند با همانتني لكي أم دون تشارج ولا جميد فدوح أفسوك. ومعرفة أكخم ما لنا خمانتني يزيد داي دولي فيه تمام، وما يزيد كاي دولي خم خم، وما يزيد أغلو خمانتني داف كاي دولي في العمر تدند. والصحة أكلي ويرل يرم، ليتفرغ غير مدن طالب العلم كيسا كو خم خم بوب للسعي غير مدخ الى غرضه جمت لب لو خمانتين دخي غاب يو لنغا بغ دي تي دوح دي تي دم ورنا كو خم امو دار لو خمانتين ورنا كو ريري. وفي كل ذلك ييم ولا وحني يب ساكو خم خمك لي ود لي يوك دوندك لي يوك ويرغو يرامك صنفو تالف نان كتبان اي تيري يو باري 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 تلولو ذلك. وفي كل ذلك صنفو كتبان وينك موم بروم تيري بو باخ جيم باخ مني فاوردتها هنا بعضها على سبيل الاختصار. بغنا نك في تي تيري بي نك mu garal la ci lenn loo xamante ni da koy indi ci gàttal ka rek tënku ko. qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yaruddu alqadara illa duaa. dogal bu yàlla dogal dara du ko delloo ludul ñaan. walaa yazudu walaa yazidu du dolli mukk fi lcumri ci dund illa albirru ndereem baax. fa inna arrajula wér na ni as waay la yuxramu dana ko xaj arrisqa wërsëg bi dambi ci bàkkaar boo xamante ni yusibuhu def na ko. nit ki yonent bi salallahu alehi wa sallam dafa wax ni dogal bu yàlla dogal ci yow lenn rek moo mën a fexe dogal boobu du agsi ci yow mooy ñaan yàlla subhanahu wa taala. ñaan gi nag yow mën nga ko defal sa bopp, que keneen mën na la ko defal. ndax mun nga sarax nit dara mu ne la yàll na nga gudd fan, wala nga sarax nit mu ne yàll na la yàlla barkeel, wala yàll na la yàlla sàmm, wala mu wax la daal wax joo xamante ni yow wax jooju ñaan googu yàlla da koy nangu. yebal malaayika yi ñu faral la la nga xamante ni dafa nekkoon ci alwaaxul maxwiya. ndax am na lu yàlla di dogal loo xamante ni du ko def ci lawxu thaabit, wala da koy def ci alwaaxul maxwiya. su boobaa yàlla ngir mu wax doomu aadama bi malaayika yi dindi leen nàngam bii ci moom, loolu su ko soobee mu def ko. ndax yamxu llahu ma yashaa wa yuthabitu
وعنده ام الكتاب موتاخ انت صلى الله عليه وسلم وخم جي واخ جو باي خيل يو جارا باي خيل لا يرد القدر الا الدعاء لا يرد دو دلو موك القدر دوغال بو يالا دوغال الا الدعاء ندري نيان غو جام بي نيان موتاخ يالا بغ جام بي نيان موني ان الله يحب العبد اللحوح في الدعاء من يالا بغنا جام بو خامتاني دا فاي غاه تي نيان من ادعوني نيان لن ما استجب لكم ما مايلن نين ما نياني ريك ما مايلن يالا نك باغنا جام بو خامتاني دا فاي خيس بو غون جوت دوخو نيان ولا يزيد في العمر الا البر مباخ دال mom la nit ki di dekké rek mana gudd fan waye nit yalla dana ko bindal fan mu wara dundu fan yu gudd waye def ay musiba ak ñombe ba gatal fanam yalla nci yalla musal fa inna ar-rajula لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه يالا دينا دوغال تي نيت مو ورا جوتي ورسك وايي مو ديف بكار بو خامتاني بكار بوبو موي تاخ ني خاج كو ورسك وو مو ورونا جوت دا بكار نانو موي تليمالي جف نان لاي تليمالي جيم نون لاي دامي ورسك ثبت بهذا الحديث ان ارتكاب الذنب سبب حرمان الرزق خصوصا الكذب فانه يورث الفقر من ثبت سخنا بهذا الحديث تبلي واخ جيني واخ ني ان ارتكاب الذنب نك توغو بكار سبب حرمان الرزق سبب لا تي خاج خاج لا ورسك خصوصا بي تي گنا جاغلال ناك تي بكار بيغا خامتاني موم سوكو نيت كي تاخاوي دا فاي نياك ورسغام موي الكذبا موي فن فانه ورناني فن فن موم يورث الفقر داي دون لو نيت كي نياك نيت كو خامتاني دا فا مانا فن dana dem ba lum warona am xol ko rek ci jamono ngay jeflanté ak nit ci teranga ci ñek mu wolu la yene la aduna ak li ci biram fasiyena la liggey lo sax ngir fay la alal ju bare 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 nga rek nga fen ko mu dag sa digante ak jeufal jeflanté ak yow lepp lu narona jaar ci loxom ci wërseuk dag nga ko te teye boko te li nak واحد ويرلا ما تحموني وقد ورد فيه حديث خاص امننك اي حديث يترط يو خامتاني تي فن رك لاي واخ نيمي داف ليمي تخ نيت كي دي نياك ورسك توغو خام خام ان ارتكاب الذنب سبب حرمان الرزق خصوصا الكذب فانه يورث الفقر وقد ورد فيه حديث خاص وكذا نوم الصبح يمنع الرزق niki non tamit nelaw suba bu beut sété fajar ci xar nga teud di nelaw ba jant bi fenk lolu nelaw suba tel dal mom day xagne wërseuk wa kathratu an-nawmi turithu al-faqra wa faqd al-ilmi ayda nena bari nelaw tamit day tax nit ki ñak day tax tamit mu ñak xam xam nit ko xamantene da ngay nelaw rek fo tok nelaw fa noy mokale ni nga jankay do ko xam han legi nak baram xam xam bi mu wax mu ni sururun nas fi lubsil libas wa jam'ul ilm fi tarkin nu'as mbekte nit ñi dal moy sol yere
ko am lu bes rek ay daldi contane waye nak mbir yi nekul fofu de bir yaangi nek ci dajale xam xam waye wa jam'ul ilmi dajale xam xam dal mom am ko fi tarkin nu'asi mang ci baye gemmentu di nelaw rek fo gis nelaw kat lu mu jang da koy fatte ci sax waaw borom tere bi nak xamna ñi mi waxal mom أليس من الخسران أن ليالي تمر بلا نفع وتحسب من عمري نحن فرتما جاب قدية بسانكلين عامتني قدية يانجي رمبو أمرو لبين جرين بچه يانجي رمبو أمرو لبين جرين تيو دورك لسبب تيجانا نياكي دخوا مقبوي كان قم الليل يا هذا لعلك ترشد الى كم تنام الليل والعمر ينفد يعني انا جاي جوغودي ياو استام سيكاي جاي جوغودي دي نافله بوخري داف ري خينا nga جوب دي ndax kep kuy nafila guddi di jang alquran ti guddi gi sa ruh bi sa qalbi depo ak ruh malaika yek sen qalya ah man na am nga djup nyaata guddi ngay nelaw fek sa dund ga ngay jeex te koko ila kam tanam al-layla wal umru yanfadu waye nak guddi ya nak mom ah guddi ya jara baye xel la am na nga xamanteni bu ñuy teud dañuy teud duñ sol dara lolu day gattal fan walla bo demé ca toilette ya di tour ndox sax dalay fouté ko basset lolu da fay gattal fan day ñakando nit wërseuk wal nawm uryanan wal bawl uryana amna ñukoy def wal aklu junuba lek sobe amna ñukoy def wal aklu muttaki'an ala jambin ak ñen ñi di lek di soru lek di sonu lolou amna ño xamantene dañ koy def day gattal fan day wañi wërseuk te day ñakalo nit xam xam wa tahawunu bi suqatati al-ma'idati doya dal ñam wot timon diko lek mu am lu daanu lu turu nga bayiko fofu xamal ni nak yaangi dundal shaytané pep pep yoy di wad te foro ko lek ko shaytané mom lay jël lek ko contant ci yow lol nak nga nek wayam watax ñam kenn duko doyeda wa harqu qashqil basali wa thumi sable ak laaj ñom ñaar amna redd bu nek ci digg ba dañ ko wara xar dindiko bokay lekale baxul wa kansul bayti bil mindili jot nek ci ay mushwar wa kansul bayti fil layl yep danaka ken bayati ci xel wa tarkul qumatati fil bayt ana nak moy anxiety nga xamanteni da fay yak nga bayiko ci kër gi teñ yek karas gog mboti ak yoy wal mashi qudama al mashayikh wa nidaa al abawain bismihima dox ci kanamu serign wala dox ci kanamu kilifa ku mag dox ci sa kanamu serign bu lay jangal al qur'an wala bu lay tarbiya ci walu yalla ngay dox ci kanamam ludul ci lora nga nak wala ci guddi yenen tere yi ñom indi nañu leral gogu budé danger moy ñew dal yow damal ci kanam waye su dé lolu amul doxal ci gannaawam mo xam sa wajur la sa bay la wala sa nday la wala sa serign la wala sa cheikhul murabbi la ñep da nga wara dox ci sen gannaaw wa nidaa al abawain bismihima
wala wo sa ñaari wajur ci sen tour mag ñi xamnu won lolu ken du wo sa yaay wala sa bay ci touram sanday rek lañuy wax wala bay mag ñi mom sanday wala sa bay lañ daan wax legi nak xali la hawla wala quwwata illa billah dana war ko defé lolou mom nit ñi war nañ ci baye xel lol fonku magni rawatina wajuri respecté len bëgg len reyel len magal len ci lañuy amé liñu bëgg am dé waye képp ku len doyé dal di nga mat sa loxo wëccax ko wallahu almusta'an قلنا نتحف فيه بسبب إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.